أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل هذه المقولة صحيحة إن الصحابة رضي الله عنهم في الجملة أفضل ممن بعدهم، أما آحاد الصحابة فقد يأتي من بعدهم من هو أفضل منهم؟ هذا كذب، هذا كذب، ليس هناك أفضل من الصحابة، لا أفرادا ولا جماعات. الصحابة أفضل من أفضل قرون الأمة أفرادا وجماعات، وحسب من يأتي بعدهم أن يتبعهم ويقتدي بهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.